بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نواصل على بركة الله عز وجل مع حفظنا لسورة الفرقان، وإن شاء الله عز وجل في هذه الحصة سوف نتعلم من الآية 35 إلى الآية رقم 44 من نفس السورة. فعلى بركة الله عز وجل مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. زيد. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. زيد. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وثمود نزلنا الآية وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. زيد. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم.
دمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا أعيد ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا نعم نعم وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا نعم نعم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا امشي نعم وأعتدنا للظالمين عذابا أليما نعم وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال نعم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا نعم بل كانوا لا يرجون نشورا أعيد ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء نعم أفلم يكونوا يرونها نعم بل كانوا لا يرجون نشورا زيد ولقد أتوا على القرية
العظيم. أول الثمن ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. امشي. نعم. وأعتدنا صحيح. إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا. لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. نعم. أعيد.
يزيد اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا زيد تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال نعم ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا نعم هذا الذي بعث الله رسولا صحيح ثمانية
اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أي نعم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير وننتقل إلى القراءة الفردية آية ستي رقم واحد يتفضل تفضل خير إن شاء الله يلا آية رقم واحد يا مرحبا بالسلام مرحبا الله لا يحول ولا يزول يا معين تفضل اقرأي أعوذ بالله أعوذ بين الهمزة القطع كما نبهت في الحصة الماضية أعوذ 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 بالله بالله بين الهمزة من الشيطان الرجيم طيب بسم الله بسم الله مش بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم واصل يا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا اي نعم فقلنا الفاء مرقعة فقلنا فا صحيح فقلنا اذهبا إلى القوم فقلنا اذهبا إلى القوم مش إلى إلى فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا اي نعم فدمرناهم تدميرا وقوم مرقعة وقوم مش وقاء وقاء وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم قلق للقاف أغرقناهم وجعلناهم للناس كسرة اللام بس بين الكسرة للناس للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما نعم وعادا أصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا فخم الضاد ضربنا له الأمثال له تبرنا تكبيرا نعم ولقد أتوا مرققة ولقد أتوا على القرية التي أمطرت نظر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا كافيا يعطيك الصحة كافي بارك الله فيك أي رقم اثنين أحسنت ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء لو وصلناها تبدل الهمزة الثانية يا مطر السوء أمطرت مطر السوء فلم ثانية تبدل يا خالصة واضحة هذا في حالة الوصل إن وقفنا كما قرأنا طيب بسم الله الرحمن الرحيم أين الحركات بسم الله الرحمن الرحيم واصل ولقد أتوا قاف نعتني بالتفخيم ولقد قا 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 بل كانوا لا يغزون نشورا وإذا رأوك
إن كاد على مخرج الكاف تمام. إن كاد إن كاد مخرج الكاف من أي؟ من أقصى، يعني يكون قفل نهائي. إن كاد ينقفل، مش إن، ما لا تتركوا فرجة كمل أو شيء هذا يعني فراغ، لا لا، إن ينقفل تماما. إن تهيء على مخرج الكاف. إن كاد الخطأ، إن كاد إن لسان في وضع الراحة، إن اللسان يعمل في آخره، إن كاد إن كاد هكذا. طيب مفهومة من غير تفلسيف كما سمعت أقرأها. إن كاد واضح. طيب مش. لا مش صحيحة. إن كاد تسمعها مخرج الكاف، أنا مسكر بين اللسان وبين ما يقابله من آخره. إن كاد اللي يسمعني يعرف أنه ثم كيف مش ننطق. إن كاد واضحة. لو أقول إن كاد صحيح، مو صحيح. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا هكذا. هذه تتمرني على. طيب واصل، هذه صحيح. لا نقول أن، تفخيم كامل، أن صبرنا مش أن، هكا إظهار اسمه إخفاء. واضح؟ لولا أن صبرنا أن صا مش أن صا، خطأ، هذا إظهار. أن صبرنا واضحة؟ نقص فيه التليفون. فتح الله عليك، يعطيك الصحة، ممتاز ما شاء الله عليك، ممتاز، ربي يحفظها. هاي رقم 3، مرحبا. يا معين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تزربش. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون. أخاه هو عندي ها مضمومة الأولى نعتني بها، والثانية زادة مفتوحة نعتني بها. أخاه هارون وزيرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. أي نعم. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. أي. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال. وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. مطر السوء أفلم
بل كانوا لا يرجون نشورا. كيف يعطيك الصحة بارك الله فيك. اللي بعد هاي هي ما مش على حساب الغير وقراوا المره اللي فاتت يكفيها. اعمل ترتيب، اعمل ترتيب بالترتيب كما يعمل الرجال اللي قرا بالترتيب. عندك ورقه وستيل وتحط شكون قرا في الحصه هذه اللي بعد يقرا اللي بعد. اي اي هكاك خاطر تو ما تسجلتش زادها شنو الاخر شنو ذنبه؟ قرا شنو ماله مال التسجيل وجاي باش يقرا. اي نعم. طيب ما عادش يغيبوا خاطر يغيبوا، علاش ما عندهمش؟ خاطر يغيبوا، شنو نعملوا لهم احنا؟ اللي يغيب شنو نعمل؟ هو في العاده راهو اللي يغيب يتعاقب ما يقراش يقعد مده هكا اش يعمل؟ تفهم فيا ما هو يا اخت خيره؟ اللي يغيب برشا راهو يلزمو يتعاقب ما يقراش، مش معناها كي يلتزم مش تجيبه لي هكاك انت تكافئ فيه تشجع فيه على الغياب، لا يتعاقب يقعد هكاك شهر شهرين ما يقراش تو ينضبط. اي نعم. الغياب او كريتا او الحصه هذه فيها برشا غياب لكن نخزر نعرف شكون غايب شكون مش غايب. اي نعم. طيب اي خير يلا قول. اي ولقد اتوا على القريه التي امطرت. امطرت مطر مش مطر 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 مطر. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء. لا السو اقطع الصوت عند الهمزه السو هكذا مطر السو مش السو اسمها همزه قطع هي قطع الصوت عند النطق بها السو مش السو سو هنا قطعت الصوت من بعد في نفس اس كانوا سكت ولا هو لا السو مطر ايوه افلم يكونوا يرونها ما قلش يرونها تولي اليا مفخمه يرونها يا يرونها افلم يكونوا يرونها هك. بل كانوا لا يرجون نشورا هي. واذا راوك يتخذونك الا هزوا هك اهذا الذي بعث الله ايه ان كاد ليضلنا لا مش لا يضلنا لا يضلنا لا مرققه لا يضلنا لا يو لا يضلنا ان كاد ليضلنا لا 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 يضل لا يضل لا مرققه لا يضلنا لا يو لا يضلنا ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا فخم لولا أن صبرنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا من أضل سبيلا من أضل من أضل سبيلا أي واصل أرأيت من اتخذ إلهه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فتح الله عليك بارك الله فيك شكرا أحسنت. آية اللي بعد هاي يا مرحبا والسلام يا معين يا الله. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا. لماذا عطف القرآن بعد أن أخبر على عناد مشركي قريش للنبي صلى الله عليه وسلم؟
علاش جاب قوم موسى مباشرة؟ تو بعض الأثمان يحطوا الثمن. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. نزل المعنى تمش، علاش تحطوا في الثمن؟ أنا المعنى يتم كما خذينا احنا هكا ولا بعض المصاحف الثمن عندهم. وقال الذين كفروا لولا نزل، مازال كلامهم متواصل والعناد مازال متواصل. وقت شوفا وقت الماء عطف القرآن بقصة موسى لتأنيس وللتأييد ولمؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش هما قالوا لولا أنزل إليه ملك؟ فرد عليهم موسى زيد مع شكون؟ هارون. إشارة لأنهم قالوا لولا أنزل عليه ملك وقت اللي خذينا أو جاء معه ملك فيكون معه نذيرا. فالمولى عز وجل جاب موسى مقابل محمد والملائكة، أو الملك اللي يحبوا جاب معه مقابل هارون. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا وأيدنا معه أيضا أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. اختصار القرآن، ما جابش مطول وحكى عليهم وفرعون، لا فدمرناهم. يعني كونوا على يقين أن التدمير أسهل ما يكون وأن العذاب يأتي في أي وقت، لكن منع وقوع العذاب عليهم أن النبي بينهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني منع وقوع العذاب على المشركين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فالنبي رحمة حتى للمشركين حتى للكفار عليه الصلاة والسلام. أي نعم، قولي ولقد آتينا موسى الكتاب. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. يا لطيف. وقوم نوح لما كذبوا الرسل كذبوا لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس كسرة من أولها، جعلناهم للناس آية. هم كذبوا برشا رسل ولا كذبوا نوح فقط؟ لكن ربي قال وقوم نوح، يحكي وقوم بعد قال وقوم نوح لما كذبوا الرسول، لا قال الرسل، هو يحكي على قوم. نعم، من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع، لأن هذا الإسلام يأتي من مشكاة واحد، إن الدين عند الله الإسلام، دعوة واحدة، واضح. وقوم نوح، نعم وقوم نوح. أغرق شو عمل؟ قلقلت الغيب وهي مش مقلقلة. أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. تمام. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. يا لطيف. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. أصحاب الرس من هم؟ من أصحاب الرس؟ أصحاب ياسين الذي جاءت قصته في سورة ياسين، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم، قالوا ما أنتم، فقتلوه في بئر ودفنوه بها. فقالوا أصحاب الرس، الرس هو بئر موجود قيل في تركيا. أي نعم، هكذا يذكر ابن عباس وسفيان الثوري وغيرهم، يقولون أصحاب الرس يعني بئر دفنوا بها هذا النبي لما كذبوه.
نعم، وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. أي وكلا ضربنا، فخم الضاد، ضربنا وكلا ضربنا له الأمثال. وكلا تبرنا تدبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها. بل القرية مقصود بها قوم لوط. أعوذ بالله، شفتوا بعد الكورونا خرجت لنا في فرنسا هالوباء الجديد هذا، والعياذ بالله. لم تظهر الفاحشة في قوم ولم يعلنوا بها الإعلام بها ظهور الانتشار، إلا فشت فيهم الأمراض والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. والعياذ بالله، لا يتوبون الناس بعد الكورونا. عادة الناس ترجع إلى الله عز وجل، لكن طلعوا لنا قوم لوط والعياذ بالله. فالمولى عز وجل يقول ولقد أتوا مشركي قريش، أنتم تلوجوا على العذاب ولولا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما هذا مشركي شو أقول، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالكفر والعياذ بالله، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. بعد هذا الكل ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل لهم، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا. وظيفتي أنا بشر رسول، ما هي وظيفتي لتذكر فيها؟ لكن ربي ذكر لهم أنواع العذاب من موسى إلى قوم لوط، وبعد قال ولقد أتوا هم مشركي قريش، لأنهم كانوا يسافرون إلى التجارة، فكانوا يمرون على هذه البحيرة وهذه القرية. قال في سورة الصافات وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، يمرون عليها في طريقهم إلى التجارة. ولقد مشركي قريش أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. فين موجودة؟ في الأردن. أي نعم، البحيرة هذه قوم لوط صارت في الأردن، موجودة إلى الآن. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل، يعني وقوع العذاب وقع في الليل. علاش في الليل؟ على خطر الشعب الكريم يتفرج كله على ريال مدريد، وصلت العشاء فيها صفين، وقت غفلة. تعرفوا العذاب وقت يجي وقت الغفلة، جابها في صلاة الصبح. إن موعدهم الصبح، علاش الناس غافلين، اللي راقد واللي، فالعذاب يأتي في وقت الغفلة. ورب الشقاء عذاب في هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم مش كلامي، لا تقوم الساعة حتى يظهر الخسف والمسخ. الخسف فين؟ قال بجزيرة العرب، في السعودية وفي الإمارات، جزيرة العرب كل غادي. والمسخ، ناس يقوموا الصباح يلقوا وجوههم قردة تبدلت. السبب شنو؟ قالوا له وقتاش هذا يا رسول؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف، الفنانين والفنانات والفن الساقط والأشياء هذه، وشربت الخمور. وشربت، شو هكا الصيغة مبالغة لكثرتها لانتشارها. شوفوا نهار السبت الشعب الكريم يبدا شد الصف على الدب نتاع الشراب، إذا رأيته بعيني في قناة الزيتونة كنا نسجلوا البرنامج نتاعنا محاذية للدب نتاع الشراب. صدقوني الصفوف اللي موجودة حتى في وقت الكورونا، وقتها كنا نمشي ونسجلوا الصفوف نهار السبت شيبا وشبابا، وحتى نساء رأينا نساء اللي هز جاجو نتاع شراب، نساء رأيناها. إذا شربت الخمور، نسأل الله السلامة والعافية، أكريتوا صغيرات في الحج نتاعهم في الغريبة، عاطينهم الدبابس نتاع الشراب متصورين معهم. وزير الشؤون الدينية زاد داخل والدبابز نتاع الشراب موجودة على الطاولة. نعم، وقت اللي الوليد جابوه يصلي التراويح عمره 10 سنوات، قامت القيامة، قال يعلموا فيه في الإرهاب. نعم، أقرأ. ولقد أتوا
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها أي. بل كانوا لا يرجون نشورا أي. هكا وصلت انت بارك الله فيك يعطيك الصحه الله ينفع بيك اللي بعد هاي يتكن ولا متحدثون نضيع الوقت هاي سيدي اللي بعد رقم 6 عليكم السلام اي نعم يا مهي تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك انفخم الراء الراء كل همزة وإذا رأوك رأوك مش إيت إي صوت مشترك يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله بعث فاء إن كاد إن كاد ليضلنا لولا أن صبرنا صبابا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هوى لا عاود عاود ما تزربش أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون بارك الله فيك باهي ممتاز في بعض التحسينات لكن في المجمل تلاوة طيبة فتح الله عليك لبعض أي سيدي أي نعم المسؤول قال لك يبدأ عندنا مسابقة قرآنية بعثوا له دعوة ما يجيش يخاف وفي الغريبة الجربة مشاو يجريوا منهم صحفيه اللي تلم في الفلوس وتعمل جات داخله جاها يهودي قالها ما ريتش اللافته مكتوب فيها لابد الدخول بلباس قالها يهوديه قالها ما ريتش البلاكه مكتوب فيها اللي يدخل ما يكون كان لابس لباسك مسطور وكذا قلت له يا خي جاها مسلمه العفاس تذكروه العفاس وقت اللي قال خارج إطار الزواج إيش نسميوه نحن العالم كله ضده حتى المصلينا علاش المصلينا خطر بنته علينا فالكلام في الصميم كما مشركي قريش يأثر فيهم الكلام وقت اللي النبي متعب يقول لك استهزاء به أهذا الذي بعث الله رسوله هك التهكم كما يقول لك والله يستاهل مصلينا نفسها النبي مار قدامه يقول لك هذا هكا بتاع الإسلام وبتاع الدين اللي يحب يجيب لنا دين جديد أهذا الذي هذا تهكم واستهزاء بالنبي أهذا الذي بعث الله ورسوله إن كاد لا يهلكنا هذا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا أو كي قال هالها يهودي هبطت راسها وليت قلت له أنا اللي بسأل لا قال لها أنت ماكش مستورة يهودية يهودي قال لها ماكش مستورة اللي بس تلفت الراجل الكبير هكذا بحذاها قال لها هذا مستور أما أنت ماكش مستورة عايش راكم قالها مسلم ولا إمام ها شو يعملون يقول لك يولي إرهابي هكا ولا المسؤول قلت لكم احنا نبعث لهم دعوات باش يجيو يكرموا المتسابقين ما يجيوش يخافوا وفي الغريبة مشى يجري اي نعم نقص علينا التليفون هاي واحنا المسلمين هاي ما يدخلش قالها هذا مصورينها هذا بالصوت والصورة قالت له انا مش مستورة قال لها ماكش مستورة بالرغم شعرها فقط راهو عريان ها قال لها ماكش مستورة برا مش يستر روحك ومن بعد ادخل اي نعم شفت حالنا قداش يسخف
الشعب يجري وراء اليهود، جابوا لهم لاعب نتاع كوره، العباد تجري بجرته. انا تفرجت على فيديو واحد يبكي يبكي، قالوا واش بك تبكي؟ قال لهم كيفاش يجي هالكوارجي هذا اليهودي وما ناخذش معاه صوره. حبيت تصور معاه، يبكي يبكي بالدموع. انا كشفت قلت هذا العالم مش لاقي ما ياكل، العالم ما عندوش الفارينه والزيت، لا ظهر يحب يعمل، شعب تافه للاسف. اي نعم، اقرا سيدي اقرا. للاسف القدوه غير موجود، ونحن نقولوا فيه من باب ما يجيبوا في شيء بعيد، راه هذا كله موجود وعايشينه، عايشينه ولا مش عايشينه؟ كاو ربي يصلح حالنا وكاو. ما يوريوهمش، وما همش قدوه هكا ما يوريوهمش. تغييب. ما يوريوهمش. اي نعم. اي سيدي ربي يصلح حالنا جميعا. اللهم امين. تفضل يا. ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. نعم. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمودا وأصحاب الرس. وأصحاب ترقيق في الحاء. وأصحاب الرس. وعادا وثمودا وأصحاب وثمودا ادغم مع الغنى. اي نعم. وكلا ضربنا حكم الضال. وكلا ضربنا له الامثال. وكلا تدبرنا تدبيرا. هك. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء. افلم يكونوا يرونها. افلم يكونوا يرونها. مش يا ما فيش يا. يرونها يا. افلم يكونوا يرونها. صحيح. بل كانوا لا يرجون نشورا. كافي، الله ينفع بيك وربي يبارك لك ان شاء الله. ما شاء الله عليك، يعطيك الصحه. الرقم اللي بعده 8 الاخير. طيب لا يضلنا النون هذيك بعد ألف فهما لا يضلنا. قولها. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت بالتسهيل هكذا. أرأيت من اتخذ سنة. ما شاء الله عليك يا أهلا وسهلا. أي سيدي ننتقل إلى التكرار. الحزب السابع من سورة آل عمران
على بركة الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. امشي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله،
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكثروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بخمسة آلاف من الملائكة
الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم well
الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوان إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ولئن قتلتم في سبيل الله أو ميتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن ميتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امشي. أولما أصابتكم مصيبة قال قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نذكر بإن شاء الله الحدث الهام اللي باش يكون في الجامع هذا، المسابقة التونسية الليبية، مسابقة باش تقام في هذا المسجد، تاريخها باش يكون نهار 18 و19 جوان، سبت واحد. هذا التاريخ باش يكون هو التاريخ المسابقة في جامعنا، باش يكون ثم وفد كامل فيه لجنة تحكيم ليبية، فيه أعضاء تاع التنظيم وغيره، نستخدم هذا الكل على النفقة نتاعهم، راه يعني ناس شوف فاش تستخدم أموالها. باش يجيو وفد كامل فيه لجنة تحكيم، فيه لجنة تنظيم، فيه مرافقين، وفيه المتسابقين الكل على النفقة بتاعهم، باش يجيو يسكنوا في أوتيل في قمرت على رواحهم، باش يجيو يعملوا هنا المسابقة في المنطقة هذه. وهذا شرف للمنطقة كاملة أن تقام مسابقة بين التوانسة وليبيا، وهم يحبوا ديما يسوقوا القراءة بتاعهم والحفظ بتاعهم والتجويد. هم حقيقة الناس في الإتقان في الحفظ، فماش في المغرب العربي تو كلهم الولا، تلقاه 6 سنوات 7 سنوات يقرأ خير مني ما شاء الله.
أداء حفظ صوت ما شاء الله، كانوا تولد من كرش أمه هكيك، هك الأداء هذاك اللي يقرأ به حاجة غير عادية بصراحة. شوف ناس تسافر من دولة لدولة على النفقة نتاعهم، باش يسكنوا في أوتيل، يشجعوا في الصغيرات، تعرف يعطيهم مكافآت للمتسابقين اللي باش يجيو، كل واحد يعطيوه $1,000 هكا المتسابقين نتاعهم، واللي يمشي مسابقة دولية تعرف يعطيوه $5,000 اللي باش يمشي يمثل ليبيا مثلا في دبي ولا في 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 أي دولة يعطيوها مكافأة كذا. وصلوا بلاد مليون حافظ للأسف، احنا مازلنا شوية. نعم والله ما سمعت. اي صغيرات الجمعية ان شاء الله باش يخوضوا التجربة هذه، باش نختاروا من تلاميذ اختنا لميا واختنا هاجر. ها فهمت، عندكم خدمة كبيرة باش تقدموها، مددنا لكم في الوقت باش يخرجوا شوية من فترة الامتحانات وكل، طلبنا منهم باش يوخروا اسبوع شكاك يكملوا الاختبارات بتاعهم ويكونوا جاهزين ان شاء الله. الفروع 60 حزب و30 20 حزب، 10 احزاب و6 احزاب و4 احزاب وجزء عامه وال40 النوويه على نهارين ان شاء الله. معظم المتسابقين باش يكونوا من الجمعيه نتاعنا، وهذا تشجيع للجمعيه وللتلامذه اللي يقراوا فيها. نعم نعم، هو حقيقه شو نقول، ما يقراوا عندكم فهمتك. طيب مش تقول لي هكا، شو تقول لها؟ جيبهم ان شاء الله نختبرهم ان شاء الله. اذا كان راهو غير تفهموني، اسمع بالنسبه لليبيا كل فرع فيه 3 متسابقين باش يجيبوا، احنا باش نزيدوا من عندنا 4 في كل فرع، زادونا 1 على خاطر احنا عباره البلاد اللي منظمه، فزادونا على كل فرع 1. هما باش يكون كل فرع فيه 3 متسابقين ليبيا، 60 فيه 3 30 فيه 3، احنا باش ناخذوا 4 في كل فرع، فهمتني؟ فباش نختاروا الافضل، باش يمثلوا المنطقه كامله، باش يمثلوا الجمعيه، فلابد يكون المستوى جيد. ها واضح؟ طيب جيبهم ان شاء الله اليوم في المساء باش نختبر، باش نخرجوا القائمه النهائيه. قلت لكم كل فرع باش ناخذوا فيه 4 فقط، كل فرع باش ناخذوا 4. واضح؟ هذا حدث مهم ياسر نخدموا عليه، حتى في ان شاء الله باش ننزلوا احنا توا الاعلان والتاريخ والكل، نخدموا عليه حتى على الفيسبوك، كل واحد ينشره. انشر، شبيه اهل الباطل وقت اللي تكون حاجه فاسده ينشروها، وبعض الناس سلبيين للاسف، سلبيين. يا اخي لقيت حاجه كذا تنفع المسلمين وتقدم وتنهض بالاسلام انشرها وادعمها، فهمتني؟ هذيك هي الخدمه توا، الاعلام هو اللي فاكر كل شيء. ما عندكش اعلام ما عندك شيء، احنا نخدموا وننشروا الخير هذا باش نجلبوا انتباه ابنائنا قاعدين يضيعوا بين يدينا. شوف ناس تجي من بلاد لبلاد تكري وتيل على ذمتهم وكذا ويدفعوا اموالهم وكذا، وين يحطوا فيها؟ يشجعوا في ابنائهم. احنا كي نعملوا مسابقه ونحطوا لجنه محترمه وكذا ونعملوا مسابقه، بعض المسلمين يقول لك منين جابوا الفلوس؟ شو العقليه؟ شو الفرق بيننا وبينهم؟ يقول لي تلوج علي منين؟ سرقت يا اخي، انت قدم انت اخويا انا سرقت. ها ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. بعض الناس سلبيين، هو كراهة في الفن وكراهة في الغناء ما يقولش هذيك منين جابوه، أما كراهة في القرآن راهو للأسف راهي ثم ثقافة في تونس مازالت مغيبة، وهذا راهو ثم واحد خدم على زرعوها هنا، عرى المرأة وهلك التعليم، خدم خدمة مريقلة منظمة، فبالتالي ولاو يشوفوا المسابقه ولا يراو مثلا شيخ كي لابس عليه منين جاب يا خويا سرق، هو باش يمشي لربي باش يساله انت مالك ومالك، انت باش تساله ربي قال ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. اخدم انت، قدم للاسلام يا اخي، قدم يا اخي ورينا. ناس تجي من اخر الدنيا وتعمل وتشجع وبلادهم قاعده كيفاش، حفاظ اللوانه ثماش المسابقات الكبرى، المسابقات يقول كذا كان ثم ليبيا راهو هلول، مازالت المسابقه ما تعملتش، يخافوا من ليبيا، يشوفوا ليبي المتسابقين يوليو هكا. راني نحكي على 90 دوله مشاركه، نحكي على المسابقات الكبرى، كي يشوفوا ليبي يقول لك ديريكت لول هو. علاش؟ ما ثم خدمه، ثم تشجيع، ثم مكافاه،
ثم وجهة صحيحة، ثم تعديل بوصلة. للأسف في تونس هالحربوشة هذه متاع الدين ما قبلوهاش بعض الناس، فإحنا نكونوا إيجابيين ما نكونوش سلبيين. وراو أي إنسان يخدم ياكل الأعصاب، كل إنسان باش يحاول يصلح شوية باش تاكل الأعصاب كل شيرة، لكن ما يأيسش. الطريق هذا مش سهل، فيه العراقيل وفيه الشتم وفيه الطعن وفيه دعه لله، واضح؟ فالإنسان يكون إيجابي، يشجع أبنائه حتى بالحضور، حتى كان مش خليه يشوف، شوفوا اللي بيه كيفاش يرتب كيفاش يقرا، حقيقة حاجة ممتعة جدا. فما نحرموش أنفسنا من هالخير هذا بالحضور بالتشجيع بالنشر أي شيء. خليك إيجابي وإن شاء الله ربي ينفع بالجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، شكرا.